رجب بطبيعة الحال لا تشارك في كأس العالم للأندية، ولكن ما نظنش بأنها توصل للمباراة الثانية، حيث التشكيلة دابا خاص يجيب مدرب جديد، والمدرب اللي يجيبه ما عرفش التشكيلة اللي كتخدم بها محمد فاخر، يعني محالة هذه التشكيلة واش دير شي حاجة في المباراة الأول. أو الظاهرة خويا في المقابلات الأخرين شوية دازو ناقصين، كنشوف المقابل شوف المقابلات بأنهم غادي يدوزوا شوية يعني. قري لي شي رشح فريق رجاء البيضاوي، نتمناو لهم التوفيق. ونتمناو كل خير الصراحه، رغم الهزه العنيفه ولا بعض الهفوات اللي كانت في الاخير المطاف في البيت الرجاوي، نتمناو كل خير وما تسبقوش الاحداث وننتظروا تكون مفاجاه ان شاء الله. مؤخرا كتبان لي ان الحظوظ ديال رجاء في الفوز وان تافونسي شويه لقدام في كاس العالم قليله، خصوصا ان فواحد الازمه اللي كنظن ان ما يقدرش يمشي بعيد، يعني كنتمنوا الخير شي واحد اللي يزيد بالرجاء قدام، كنترجوا انه يكون شي واحد في المستوى اللي يقدر يزيد بنا قدام. كنشوفها بانها تكون حظوظ ضعيفه بحكم تغييرها المدرب في ظرف وجيز في مده قصيره، يعني مش غنشرح فيك.